في اطفال عم يتسالوا، عم يسالوكم انتم ليش تركتونا وحدنا؟ ليش ما تحركتوا؟ ليش ما حركتوا حكوماتكم؟ لانه تتحرك لاجلنا. ليش خليتوا المعبر الوحيد اللي هو معبر باب الهوى اللي هو المتنفس الوحيد انه يتسكر؟ ليش عم تخنقونا؟ ليش ما بتعاملوا معنا كبشر؟ ليش ما بتعاملوا انه نحن بشر مثلنا مثلكم؟ تخيل طفلك، سامحني على التخيل اللي عم طالبك، تخيل طفلك تحت هذا الركام وانت قاعد هون صافي، ايش طالع في ايدك؟ ايش بدك تقول؟ لمين بدك توجه رسالتك؟ الله عز وجل ابتلانا اليوم، ممكن يبتليكم بكره، ليش تركتونا لوحدنا؟ لسه لحد الان في ناس عايشه تحت هذا الركام، لسه في ناس تحت هذه الانقاض قادرين نحن ننقذها. يا جماعه لا تتركونا وحدنا، عندنا الاف العوائل صارت مشرده، صار عندنا اكثر من 1000 شهيد، عندنا اكثر من 5000 عائله تحت الانقاض، ليش تركينا لوحدنا؟ لا ايمت لحتى نموت كلياتنا؟ نحن منكم وفيكم، نحن اهلكم، مناشدكم بلا اله الا الله، مناشدكم بالانسانيه، مناشدكم بالاسلام، مناشدكم باي شيء بدكم. لا تتركوا اطفالنا تحت الركام، لا تخنقونا، خلونا نتنفس، ما بدنا اكثر من هيك، ما بدنا اكثر من نتنفس، نقدر نطالع اطفالنا وعوائلنا من تحت هذا الركام، خليه يتنفس. هذا الركام اللي شايفينه تحته في بشر، تحته في ناس، تحته في صرخات اطفال، تحته في انين عوائل، تحته في ناس لساتها عم تتنفس. يا جماعه لسه اهلنا عم يتنفسوا تحت هذا الركام. شوفوا الدمار ما كبروا.